اتفضل. يعني ايه اللهم صل على سيدنا محمد؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احنا عندنا دقيقتين، هل يكفوا؟ أوي يكفوا. طيب كويس، صل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. تاني، الصلاة من الله، إن الله يصلي على النبي معناها الله يرحم النبي. الله يصلي على المؤمنين معناها الله يرحم المؤمنين. الله يصلي على محمود يبقى الله يرحم محمود. يبقى إذا الصلاة من الله بمعنى رحمة. يعني أنا أقول اللهم صلي وسلم وبارك يبقى على سيدنا اللهم ارحم محمد. النبي اللهم محمد. ارحم سيدنا محمد وسلم وبارك. أيوه، دي يبقى الصلاة من الله رحمة. طب من الملائكة استغفار كما في سورة غاف. يعني ايه من الملائكة استغفار؟ مش قال إن الله وملائكته يصلون؟ يصلون على يبقى الملائكة النبي. بتصلي ولا لا؟ ايه صلاتهم استغفار؟ يعني يستغفروا لينا احنا؟ أيوه، يستغفروا لينا احنا. ده صحيح، في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، ادي واحد، ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. الله ربنا الله الله. وسعت كل شيء. للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمه. يعني الملائكه الصلاه عندها استغفار للمؤمنين. ايوه، اللهم اغفر له. يعني المولى عز وجل حين يصلي على احد او نطلب منه الصلاه على احد، نطلب منه الرحمه لهذا. ايوه، ده كلام سليم. الملائكه تصلي يعني تستغفر. تستغفر. والثالثه المؤمنين. يا مؤمنين صلوا على النبي، يعني ادعوا له، فبيقول اللهم صل نبيك، فبنعبر عنها بصيغتين. يعني انا لو احببت مثلا فقيه او رجل صالح يجوز اقول عليه كده؟ على وجه العموم يجوز، لان ربنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يعني انا اقول اللهم صل على امي؟ على وجه الخصوص ده ما يجوزش. ما يجوز. احنا قلنا على وجه العموم يجوز، على وجه الخصوص لا. اللهم صل على أمة المسلمين. أيوة كده، مش احنا في تكبيرات العيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج وعلى أنصار وعلى أتباع وعلى ذرية سيدنا محمد. صح الكلام؟ يبقى الذرية والآل والأتباع والأزواج كل ده بنقوله في تكبيرات العيد. يعني اللهم صل على أمتنا جميعا، نرحمهم جميعا. أيوة، يجوز. الصلاة العامة هي تجوز، إنما على التخصيص لم تأتي صيغة التخصيص إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أقول هنقول شخص يبقى رسولنا عليه الصلاة والسلام. بالظبط كده، مفيش حد غيره. ولذلك احنا عندنا أو الرسل جميعا يا شيخ خالد. بالظبط كده، مش كده؟ صلى الله يعني عليه وسلم. يعني يجوز أن أقول اللهم صل على سيدنا عيسى. اللهم صل على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضا له ظهور. تعرف أن النبي ممكن يظهر؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا صلى الله عليه وسلم. يبقى كل واحد يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة عليه، بالاقتداء والشوق إلى اللقاء، وكثرة ذكره، ومحبة ما كان يحبه، وكراهية ما كان يكرهه. بيحصل له هذا الظهور في المنام. صحيح، صحيح، بنص الحديث. الناس مش واخده بالها من الحته دي. المؤمن يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم يراه الذين يكثرون من الصلاه عليه، والذين يقتدون به، والذين يطلبون من الله ان يلاقوا النبي، ويرون رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك يا شيخ خالد، يفتح عليك. الله يغفر لنا ويرزقك بالعلم دائما ان شاء الله. نحن وانتم ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا يا شيخ خالد، تصبح على خير.